مش بس اللي حضروا هذا الاجتماع ٥٣ نائب وقد اكدوا على المذكره اللي كان وقع عليها 105 نائب على عدم موافقتهم على ما تم بالامس قطعيا ولا يعتبر ان ممثل مجلس النواب لانه تم في جلسات مغلقه ولم يتم حسب الاصول في مجلس النواب تحت القبه وبالتالي نؤكد على يوم الاحد باذن الله ستكون الجلسه للمناقشه العامه وهذا ما نطالب فيه الرئيس رئيس المجلس لان هذا ما تم الاتفاق عليه الان مع الزملاء والتاكيد على ما ورد في المذكره من ثلاثه بنود كما هي ترحل المجلس. هل شعبكم بالتهميش بعد رافضين المبدا كان كل ما حصل بالامس مرفوض قطعي. مع الإشارة إلى أن أي انفراج في الأزمة تتلقاه الحكومة بشكل إيجابي نحن معه بما فيه مصلحة المواطن. نحن نذهب وننحاز إلى المواطن بشكل كلي وتماما وأي انفراج في هذه الأزمة تقدمه الحكومة اليوم قبل جلسة الأحد للمناقشة العامة نحن نقبله بما فيه مصلحة للمواطن والوطن. شكرا. عبد الله الحكاية أنا بدي أحترمهم يعني بصراحة التهموا عبد الله الحكاية رئيس سعادتك أنا جاهز يعني أنا حول مجريات اللقاء الذي تم بالأمس في غياب الغالبية الكاسحة لأعضاء مجلس النواب وما صدر مما قيل أنه تفاهمات وأجمع الموجودون في هذا اللقاء الطيب على تمسكهم بالمذكره التي وقعت قبل ايام والموقع من 105 نواب ومثالها رفض رفع الدعم عن الخبز رفض رفع الكهرباء ورفض ايضا رفع سعر الكاز تمسكهم بهذه الامور الثلاثه كشرط اساسي لتعليق مشاركاتهم في مناقشات الموازنه اما ما يخص موضوع الموازنه فهنالك مواضيع خطيرة أخرى مكانها إذا ثبت المراكز رأس القبة أخطرها ضريبة المبيعات التي وردت في قانون الموازنة والتي تشكل 540 مليون من أصل 916 مليون إيرادات ضريبية وغير ضريبية ستحمل المواطن الأردني عبئا لا قبل له به. هذا هو ملخص مجريات هذا اللقاء وقد تم التوافق على تشكيل لجنة متابعة من الإخوة والأخوات عبد الله العكايدي نبيل قيشان وفاء بني مصطفى خليل عطية وانصاف الخواتي وخالد بكر لمتابعه ما جرى اليوم وللتمسك كما ذكرنا بالقرارات التي ذكرت في هذا اللقاء. شكرا جزيلا رفض التفاهمات اللي تمت بالامس طبعا رفض التفاهمات اللي تمت بالامس معاليك اليوم مصير استمرار اليوم والله نحن دعونا هذا الامر وكل الزملاء لكن نحن دعونا مرارا وتكرارا الى ان تتحول هذه المذكره الى مذكره لحد الثقه عن الحكومه ولكن الامر مطروح للزملاء يا اخوان نحن هنا من اجل البحث في العريضه النيابيه ومتابعتها وما عرض من الحكومه حول بعض ما قيل انها تفاهمات نحن جئنا للتأكيد على مواقفنا السابقة ومواقف زملائنا حضر اليوم 53 زميلا من أصل 105 زملاء أعتقد أن الرسالة واضحة بأننا متمسكون بموقفنا في العريضة وشكرا مختصر الأمر اليوم أنه كان اجتماع ما بدي أقول مفاجئ شبه يعني ما كان معلن عنه مسبقا كان البارحة ترتبات بين الكثير من الزملاء أن نقوم بالاجتماع وتحديد موقفنا من الوضع السابق فيما يتعلق بالمذكرة اللي قدمت وتداخلت مع الجلسة الرقابية يوم الأحد هذا الأمر على أثر خروج بعض الزملاء من المذكرة أو وجود تفاهمات وكذا كان الأغلبية العظمى من الموقعين على المذكرة غير منطويين تحت هذه القرارات أو التفاهمات في إصرار على المذكرة ما ورد فيها من بنود 4 بنود تقريبا بتفصيلات لما يتعلق بالكهرباء الكاز الخبز موضوع أيضا الداخل معانا اليوم موضوع ضريبة المبيعات وهذه تعتبر قاتلة للمجتمع الأردني وضربة قوية أيضا تنبه الزملاء اليوم ليها بالتشاور والتشارك في الاجتماع الحالي